أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. مع الحلقة العاشرة من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نلتقي على وصف الله تعالى لحبيبه ومصطفاه في التوراة المنزلة على موسى. يقول الله في التوراة واصفا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. صلوا عليه. من أوصاف الرسول المكتوبة في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. طيب، اليهود كانوا يأمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحيونه قائلين: السلام عليك يا محمد. شوف، حتى التحية
كانوا يسيئون فيها الأدب مع رسول الله. تحيه السام معناه الهلاك والموت، مش السلام عليك يا محمد، لا السام الموت الهلاك. فكان النبي يرد عليهم قائلا وعليكم، بس. ولذلك الكلمة دي من رسول الله كلمة مؤدبة ومعذبة. السيدة عائشة بنت أبو بكر أم المؤمنين كانت لا تطيق أن تسمع هذه الكلمة على رسول الله، فكانت ترد عليهم قائلة وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. وحد وصلي على الحبيب. النبي رب برب والسيدة عائشة ترد ربا آخر. النبي يقول لهم وعليكم، والسيدة عائشة تقول وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. النبي قال ايه؟ النبي لما سمع السيدة عائشة بكل هذا الكلام قال لها يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام، مع إنها بتدافع عن النبي، مع إنها بتدافع عن رسول الله، إنما النبي قال لها لا، ربنا لا يحب الفحش في الكلام، ربنا بيحب يسمع الكلمة الطيبة. قالت له يا رسول الله أو ما سمعت ماذا يقولوا؟ فقال لها أو ما سمعت ماذا قال الله لي؟ خد بالك، خد بالك، أصل حسن الخلق كرم ورفعة، وبعدين اللي بيحاسب العباد ربنا، ما تخلي اللي يسيء يسيء، بس انت بتعامل مين؟ ده انت بتعامل من لا يغفل ولا ينام. يا سلام، قلت له انت ما سمعتش بيقوله يا رسول الله؟ قال لها وانت ما سمعتش ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لك ايه يا رسول الله؟ قال لها قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام، يا سلام لو الناس عملت بالآية دي، لو عملنا بالآية دي ما كانش حد أبدا تحت، أبدا ما كانش حد أبدا أضمر عداوة لأخوه أبدا. ولذلك أنا عايز أسمع منك الصلاة على حبيب الله. يا سلام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الشيطان نوعان، شيطان من الإنس وشيطان من الجن. خد بالك، الشيطان له جنسيتان إنس وجن. ولذلك ربنا ختم القرآن بإيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن الشيطان يبقى من الجنة يعني من الجن، ويبقى إيه؟ من الناس. وقال إيه كمان؟ وحد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، شوف قدم شيطان الانس هنا اهو على شيطان الجن، يا لطيف. كأن شيطان الانس في الاذى والضرر اشد من شيطان الجن. طيب علاج الشيطان من الانس ايه وعلاج الشيطان من الجن ايه؟ سمع على الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب. يا سلام، شيطان الانس ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور، وشيطان الجن ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور. طب نشوف، نشوف عسى الله انه يقينا شر الشياطين بنوعيها. بنوعي زي ناس شغل نفسها بايه؟ هو في حاجة اسمها المسيح الدجال؟ ايوه في حاجة اسمها المسيح الدجال. طيب سمعته ايه؟ هيفتن الناس في دينهم ويضل الناس. ظهر ولا لسه؟ طب وانت يعني بتسأل على ظهوره ليه؟ طب ما فيه مليون مسيح دجال. ما في مسيح دجال ألعن من اللي هيظهر آخر الزمان. ألعن منه. كل واحد يفتن الناس في دينهم. ما تقدرش، ما تقدرش، بس الثاني هيظهر في اخر الزمان، وده ملك من ملوك اليهود، بس ربنا هيكتب على جبينه كذاب. كذاب، ادي الفرق بين المسيح الدجاجيل اللي ظهروا والدجال اللي هيظهر. ما فيه ناس ظهرت ألعن من المسيح الدجال وفتنوا نفس دينه وألفوا كتب سموها الميثاق وقالوا دي الدال المصحف. ما فيه ألعن من المسيح الدجال مليون مرة. واحد يرقص محكمة ويقول للمتهم اقرأ لي سورة الفاتحة بالمقلوب، قال لك والله المسيح الدجال ما هيقول الكلام. المسيح الدجال بالنسبة للي رأس محكمة وهلا راجل اقرار الفتحة بالمقلوب، المسيح الدجال يستحي من هذا. المسيح الدجال حيقول يا ناس اللي حيتبعني حيدخل الجنة واللي حيعصيني حيدخل النار، لا حيضرب حد ولا حيقتل حد ولا حيودي حد السجن الحربي ولا مزعبل ولا القلعه ولا القرى. راجل اسمه دجال كذاب. انما اللي بيقول الناس الفتحه بالمقلوب والله العظيم ده غلب المسيح الدجال وغلب ابليس نفسه. قال لك بقى ربنا يقول لا مبدله لكلماته، وانت تقلب كلماته تبقى تسال عن مسيح الدجال ليه؟ طب ما انت شفت المسيح الدجال، شفت ارحم منه، شفت ألعن من المسيح الدجال. أنا عايزك توحد وتصلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على النبي. طيب شيطان الإنس ربنا أوجد له علاج في سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة فصلت. وشيطان الجن ربنا اوجد له علاج في الاعراف والمؤمنون وفصله. كل ما يذكر شيطان يذكر علاجه. تعال سورة الاعراف تقول في شيطان الانس ايه؟ احنا رايحين دلوقتي صيدلية سيدنا محمد نصرف العلاج. اللي بيصرف العلاج هناك النبي بياخد العلاج من مين؟ من ربنا، مش من مؤسسة الادوية بالمطرية ولا بالامرية، لا ده بيتنزل عليه العلاج
من تحت العرش العظيم. يا نبي عايزين نشوف علاج شيطان الانس. قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ده شيطان الانس. تبقى تعامله عفو وامر بالمعروف واعراض عنه. واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنه دي. راح يحتفل بمولد النبي في المسجد. فاول ما اتكلم اول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح، مسميله الفاتح، فتح ايه معرفش. ونسوان تزغرب في الجامع. وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس؟ لا تقولوا سيدنا ابدا، فليس لنا سيد الا الله. اهو ده شيطان، اهو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي، مسك النبي قال فيه كلام ما يقولوش الانبا شنودة. والله قال لك ان سنة محمد دي ملهاش لازمة. قال محمر على السنة واشطفها، واللي هيجيب سيرة سنة محمد احنا مفيش القرآن بس، وضلالي. سنة محمد دي ملهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيرة. وقعد لبخ اللي لبخه، ما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. جمال عبد الناصر قبل ما يقوم بالثورة ارتقب بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثورة ما تنجح اول عمل يعمله يحكم بالقرآن. قال لهم ماشي خلاص خلاص وحنأيدك لما تقوم بالثورة. قال ماشي. جابوا كتاب الله وحط ايده عليه وقال اقسم بهذا القرآن اول الثورة ما تنجح هحكم بكتاب الله. نجحت الثورة والناس ساعدوه. وبعد كده راح له وفد قال له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قال له لسه خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعه. قال لهم شريعه؟ انتوا عايزين ترجعوني لعهد الحميد؟ اه والله. فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مره من موسكو ومره من واشنطن، مرة من لندن ومرة من باريس، فدول اسمهم شياطين الانس. واحد ادي ادي الاحتفال بمولد النبي، ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين ما الف كتاب واحدة ايطالية ضحكت عليه وخدت منه قرشين، كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء، عامل نفسه رسول ومش عارف الوحي اللي نزل على الامت اهو رسول، وشعوب عايشه ومسلمين بيخرفوا والغرب بيتحد والشرق بيتحد والشيوعيه والصليبيه والصهيونيه بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد. طب علاج شيطان الجن ايه؟ علاج الانس خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج الجن ايه؟ قال ده علاج الجن سهل جدا، اسهل من الانس. قال 100 مرة. يا سلام. ازاي؟ وحد الله لا اله الا الله. قال لك ده علاج الجن، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. بس اما تلاقي الشيطان بيوسوس لك في اتصالات تلكية قدامك بيقول لك يا اخي نام لسه بدري، ما تصليش الفجر الدنيا برد، يا اخي ما تروحش تزور اختك، يا اخي ما تقضيش الشغلة لفلان،
تعرف ان شيطان الجن بيشتغل، عايز تقطع الموجة دي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس دي هتكلفك قد ايه؟ مفيش. ولذلك واحد من الصالحين قعد مع اصدقائه في يوم فوجدوه يضحك. انت بتضحك ليه؟ قال لهم افتكرت حاجة حصلت لي، عمر الشيطان ما كان يضحك علي ابدا، عمر الشيطان ما ضحك علي ابدا، بس النهاردة حصل شيء. جاني واحد سائل يسأل طعاما، فدخلت البيت وحملت الطعام اليه، وبعدين وانا مديله الطعام مراتي قابلتني في البيت، انت مودي الاكل ده فيه؟ قال لها الواحد سائل مسكين على الباب. قالت له العيال اولى به، بلا سائل بلا مسؤول، حط الطعام مكان عيالك جعانين. فرجحت فوضعت الطعام مكانه وصرفت السائل. لقد كنت افخر بان الشيطان لم يضحك علي مره، ولكن اليوم خدعتني ام الشياطين. هم ليه؟ بصلوا على الحبيب. طب ما هي دي شيطانة برضه. وانت فكر ان الشيطان هو شمهورش؟ انا ابدا. ده بيسألوا حسن البصري ايهما اشد على ابن ادم، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال لهم شيطان الانس اشد. ليه يا حسن؟ قال لهم لان شيطان الانس اذا استعذت بالله منه انصرف، اما شيطان الانس فمهما استعذت لا ينصرف. زي واحدك النهارده بيسالني بيقول لي انا عايز اسال سؤال محيرني، بقول له اتفضل. بيقول لي هو فيه صحيح عفاريت ممكن تفتح الدولاب وتاخد الفلوس؟ بقول له ليه يا ابني؟ قال لي كنت حاطط في الدولاب قرشين. قلت له اقفل الدولاب. قال لي اقفله. رجعت ما لقيتش الفلوس. بسأل مراتي قالت تحلف لك ما خدته، وما فيش غير انا وهي. وبعدين قالت لي طمعوا فيه نوع من العفاريت اسمه الجن الخصاب. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على المعلومات الراقية. ها شوف الشوف. فبيسألني بيقول لي فيه ممكن عفاريت تفتح الدولاب وتاخد فلوس؟ قلت له ايوه. قال لي يعني ايه؟ قلت له في عفاريت فعلا، بس عفاريت من الانس. حضرتك من الجن؟ لا، احنا حبة الظلم. عفاريت من الانس، لان لو في عفاريت اسمه الخطاب كان اللي بيسخره يبقى مليونير. يقول له يا جمهور شفت النهارده لغايه بنك مصر انتش لي نص مليون. ما تمشي المساله كده بقى. ومع ذلك ما تلاقيش واحد من النصابين اللي بيبجلوا ويفتحوا الفنجان عليه الصلاه ابدا. تدخل تلاقيه ساكن في بدروم ومظلم وريحته معفنه وقذر. طب لو كان ده بيسخر، طب ما تبعتوش ليه لبنك مصر ولا البنك الاهلي؟ قال والله ده ما ده كان يريحه خالص، كان يقول له يا شمهورش. يقول له نعم. يقول له انا عايز اتغدى النهارده سمك مقلي وبطيخ، روح شوف مين اللي عامل سمك مقلي، البيت رقم كذا كذا، روح هات. وكان ياس كلام فاضي. البيت الدولاب انفتح من واحد من اهل البيت واتخذت الفلوس، وبعدين نتم في مين؟ في العفاريت. ابدا. من ناحيه اطمئنوا، العفاريت ما بيتلوش حاجه. بعد بعث سيدنا النبي خلاص. هم قالوا كده. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. زي واحد اللهم صل عليه عم صالح. ايوه. واحد جاي لي ذاك النهار خاطب وحده،
وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين سايبه اللي هياخد بنتهم، فالواد قال لا مش واخد. جايب لي شكارة ورق جوابها، كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة والا حندمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتجيب لي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان فيه مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ ما فيش غير ابويا واخواتي. يا ابني ما فيش واحدة من اخواتك تكون بترمي الجواب؟ قال ابدا. قالوا ده ما نعرفها. وجوابات ايه؟ مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وياما. قال هي حكاوتها وافرش تخدم الناس. جوابك مختومة من دول الموظفين؟ لا من دول الشياطين. طيب قلت له يا ابني ما فيش كلام من ده، ما فيش كلام من ده. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطوه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان لا سيدك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على الصحراء. قلت له صحراء ايه يا ابني؟ صحراء ايه؟ وفي الصحراء في جثة طبيعي. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شوية وربنا يسهل. فين والباب بيخبط عليا في يوم بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا شيخ في سؤال اتفضل. دخل في واحد جالك في الجامع في يوم ومعاه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه طيب انا ام العروسة والثانية ام هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه؟ اتضح ان ام العروسة متفقة مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده وواحد موظف هو بيختمهم لهم ويحطوه تحت المخدة وهو غايب. طب وجايين ليه؟ قالوا ما انت قلت له ما دام الحكاية فيها عفاريت ما تتجوزهاش. ايوه قلت لهم حصل، لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى في الشيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشغل لك وزارة. طب وده كلام بقى انتوا مش لاقيين حد تسوق عليه من العفاريت وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش ينفذ الاوضة. الولد ده يقول لي بشوفه. انت بشوف العفاريت ده ما هو شاف؟ واتضح ان ام العفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا وعرف الحريم ان كيد كل عظيم. اي الواد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بشوفه ولا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ابقى ارمي عليه حبل وكتفه لغايه ما بقى اشوفه انا راح. شوفه يا ابني شوفه يا ابني تشوفه ايه؟ واحد يقول العفاريت بتفتح الدولاب والثاني كل يوم يلاقي تحت المخده جواب وشغل برجله يودي العباسيه في عنبر رقم 5. حاجه لا قوه الا بالله. انا عايزك تسمعني الصورة على الحبيب. شوف الكلام ده لا يعمل معروف تلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتوا ما سخنتوا دماغ؟ ده انتوا ربطوا له والعياذ بالله خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع كان راجل عظيم لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ما استخرش الجن الا ليا انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلب ينام الشيطان بينه وبينها وقت الله. طب يا اخوان امسكوا اخنقوا اخنقوا، ده انتوا خلقتوا الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاه قرن غسل تذبحه. اشمعنى ده بقى اللي مش قادر تذبحه؟ لا يقوم سياده الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي السيده زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيها. يقوم تدخل مع الساحر في اوضه ويقفل عليها ويقول لها هيت لك عايز ينام معاها. شوف انت مفيش عقيده مفيش ايمان بالله.
انما فيه فيلم وفيه قصه وفيه حدوته وفيه تلفزيون. تلفزيون ايه؟ واحده اسمها الكاميرا تسعه، واحده بتقدم كاميرا تسعه، تقوم تقدم مين؟ بدل ما تقدم واحد يفسر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيره حبيب الله محمد، جايبالي واحد قال بتقول انه بيحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاه على حبيب الله. جايبال في التلفزيون، تلفزيون جايب واحد بيحضر الارواح. يوم اللي بيحضر الارواح يديها الورقه ويطحها نصين، يقول لها ادي واحده منهم لواحد عامل يكتب اسمه، وخد انت الورقه البيضة وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شويه يقول لها ايه؟ لا مؤاخذه انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سياده البروفيسور؟ قال لها اصل الكاميرات شديده وهم ما بيجوش بالكاميرات الشديده. يا سلام، يا سلام عليك يا مصر، يا سلام عليك يا مصر وعلى جرالك، يا بلد الازهر، يا بلد القران، يا بلد الاسلام. قال هو مش قادر يتصل بالارواح عشان ايه؟ الكاميرات شديده شويه. طيب والغرب قعد يضحك على، يقول لها احرقي الورقه اللي في ايدك وخدي ورقه بيضة. ارواح ايه؟ ارواح ايه اللي بتحضرهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما صادقا وقاطعا، بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا سلام، الكلام ده من كلام مين؟ كلام ربنا. ربنا بيقول لو كان عندكم قوه رجعوا الروح ثاني ما تخلوش تطلع. بعد ما تطلع ما فيش حد يجي يسيطر عليها ابدا. ليه؟ قال لأنها يا إما تتجه يمين يا إما تتجه شمال، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. طيب، تتجه شمال، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده منين يا رب؟ قال إن هذا لهو حق يقين. ها؟ طب إذا راحت الجنة مش ممكن نطلعها؟ ويجي الكذاب النصاب ابن النصاب يقول لها تعالي. قال لا. ليه؟ لان ربنا قال فاهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طب لتوخر النار، قال فاهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى من حيضر بها حد الروح الا رب الارواح سبحانه وتعالى. اسأل الله العلي العظيم ان يصحح لنا العقائد. اسأل الله ان يطهر القلوب من المفاسد. اسأل الله ان يملأ القلوب يقينا لا تلقينا، وان يحسن الختام ويحيينا بالسلام في دار السلام تحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،
تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مقصورا الا جبرته، ولا ظالما الا اخزيته وقهرته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واصب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اصب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم اصب بنا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ارصب بنا فيما جرت به المقادير، انك يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله اكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر.